نطلع وياك مشاهدينا الكرام نشوف بعض الخرافات الطبيه اللي دائما احنا يعني في كل ثلاثه تقريبا عندنا خرافه طبيه. طبعا الانستغرام، التويتر، صحيح. الايميلات، الوسائل يعني الاجتماعيه هذه ما مقصره، يعني كل يوم كل واحد سوى طبيب ويقول لك هذا زين وهذا مو زين. اليوم صحيح. اليوم موضوعنا انا اليوم كنت جالسه اعطي ثناء بعض النصائح الطبيه عن الرجيم وعن ما رجيم هي عن الرجيم والتنحيف وما ادري شو هذا فقعدت تعطي نصائح طبيه بس للاسف ما التزم فيها. حسب شي ما بيضعف، حسب شي هو ما يحط الكلام في محله، ما بيضعف طيب نحن بنروح مشاهدينا مع هذه الخرافات الطبية. دائما نحن عندنا يعني الأطفال ما يقاومون الحلاوة، وفي نفس الوقت يمكن أولياء الأمور الأم بالذات يعني أو بالتحديد تقول لك لا تخلي ياكل حلاوة وايد لأن هذا ممكن يسبب له نشاط زائد أو ارتباط السكر بشكل عام بالنشاط الزائد. ما نعرف هل هو صحيح فعلا أن السكر وارتباطه بالنشاط الزائد عند الأطفال؟ هذا اللي بنتعرف عليه مشاهدينا من خلال الخرافات الطبية اللي أعدتها لنا الزميلة حنان عبد اللطيف. نشوف ولنعود. بمجرد مراقبتك طفلا يقبل بنهم على تناول السكريات بأنواعها وألوانها الجذابة تدرك أنهما صديقان يصعب فراقهما، لكنه بالنسبة للأهل يعتبر أمرا مقلقا، وذلك بسبب الاعتقاد السائد حول علاقة السكر بفرط النشاط عند الأطفال. يعتقد الكثير من الآباء أن هناك علاقة بين تناول السكر والحلويات لدى أطفالهم وظهور أعراض فرط النشاط والعنف لديهم، وللأسف هذا الاعتقاد تم نفيه مؤخرا، فليس هناك علاقة بين تناول السكر والحلوى وظهور مظاهر النشاط الزائد أو العنف عند الأطفال. وما يحدث فعلا في المناسبات والحفلات بأن الأطفال يتناولون الكثير من السكاكر والحلويات ويظهر لديهم فعلا فرط في النشاط، ولكن هذا ليس له علاقة بتناولهم هذه السكر، وإنما له علاقة بشعورهم بالسعادة النشاط الزائد أو الذي ينعكس بنشاطهم الزائد نتيجة فرحتهم بهذه الحفلة أو المناسبة. وفعليا ما يحدث عندما يتناول الطفل الكثير من الوجبة غنية من السكر أو الكثير من الحلويات بعد ساعتين أو إلى 4 ساعات ينخفض مستوى السكر في دمه ويشعر بالدوار والنعاس والرغبة في النوم، وهذا ما الاعتقاد هو فعلا بعيد عن الاعتقاد السائد بأنه يزيد في فرط نشاطه وحركته وحتى سلوك العنف لديه. ولذلك تبقى موضوع ربط السكر بسلوكيات فرط النشاط والعنف عند الأطفال في مخيلة الأمهات، وهذا ما تمت فعلا هذه الدراسة بنفيه كليا. ولكن يجب أن نأخذ باعتبارنا بأن هذا لا يعني أننا نشجع على الإفراط في إعطاء السكر والحلويات للأطفال، لأنه الإفراط في تناول السكر وهذا ما لا يختلف عليه طبيبان ولا خبيرا صحة له العديد والكثير من المشاكل الصحية كارتفاع الضغط، أمراض القلب والكثير من الأمراض والأمراض السكري والبدني عند الأطفال. حتى وإن كان نشاط طفلك بعيداً عن علاقته بتناول السكريات، لا يمكن إغفال أن الإفراط في السكر يفتح الأبواب للكثير من الأمراض.